أهلا، هلا فيكم بقناتي. إذا أول مرة بتتابعوني لا تنسوا اللايك والاشتراك والشير. يا أهلا وسهلا فيكم، نورتوني. تابعوني الآن مع الوصفة، كيك وطعم ولا أطيب من هيك. لا تفوتكم، كتير كتير طيبة، هشة لأبعد حد. يلا نبدأ. كاستين طحين منخولات، طبعا أي نوع طحين متوفر عندك ما في أي مشكلة. ملعقة قرفة صغيرة، معلقة صغيرة طبعا، معلقتين بيكنج باودر، معلقتين كربونات الصوديوم، كاس صغيرة عين جمل أو قلب جوز، مطحون وسط، رشة ملح لتوازن الطعمة، ونحركهم كتير منيح. معلقة صغيرة كاكاو، طبعا أضفتها هي من عندي اختياري. كاستين جزر مبشور ناعم، كاستين كبار، ونحرك المواد الناشفة كلها مع بعض. أربع حبات بيض، شوية فانيليا بودرة أو سائلة الموجود عندك، معلقة خل كبيرة، نضيف كاسة ونص كبيرة سكر، طبعا الحلى اختياري، فيك تضيفي كاسة أو كاسة ونص حسب اللي بناسبك. نستمر بالخفق لحتى يفتح لون البيض، يتغير لونه وقوامه. كاسة كبيرة حليب، نستمر بالخفق. ثلاث أرباع كاسة زيت، كاسة كبيرة، تقريبا مدة الخفق دقيقتين. والآن نخلط المواد الجافة مع الخليط. طبعا قبل ما نبدأ بالشغل حبايبي لازم نشغل الفرن على درجة حرارة 180، هي نقطة مهمة لنجاح الكيك. ونحرك الخليط كله مع بعض. والآن صار معنا جاهز. ندهن الصينية بالزيت، أي نوع صينية متوفرة عندك في البيت. بعد ما دهنا كل الصينية بالزيت، هلأ بنرشها بالطحين، ونرشها كلها بجميع أطرافها لحتى ما يلزق الكيك معنا. بنسكب الخليط بشكل متساوي، وبعود خشب بنفرغ الهواء بهاي الطريقة منشان بعد الخبز يطلع الكيك متساوي. والآن نحطه بالفرن على رف الوسطاني. مدة الخبز من 40 إلى 45 دقيقة حسب نوع الفرن. والآن نحضر الصوص الأبيض، منضيف 6 مكعبات جبن كيري أو أي نوع جبن متوفر عندك في البيت. كاس كبيرة سكر بودر ناعم، لازم يكون سكر ناعم كتير، مطحون. إصبع زبدة، تقريبا 3 معالق كبيرة زبدة أو إصبع حسب متوفر. منضيف كاسة حليب صغيرة، ونشغل الخلاط تقريبا لمدة دقيقة. وهلا بعد ما طلعنا الكيكة من الفرن جاهزة، بنسوي لها فتحات لتشرب الصوص، وهي الصوص اللي عملناه مع بعض، بنشرب فيه كل الكيكة. طبعا الصوص شكله وطعم ولا أطيب من هيك، بس تجربوه إن شاء الله حيعجبكم.
وهلا بنجهز الصوص التوفي. ضفت كاسة سكر، بخليه على النار لحتى تصير لونها بني فاتح، ليشقر السكر تقريبا لحتى يدوب على نار هادية. وهلا صار معي جاهز، شايفين لونه ما أحلى، لون ذهبي. وهلا معلقة زبدة صغيرة، ومنحرك. وهلا منضيف كاسة حليب صغيرة، والتحريك المستمر طبعا، ولازم نضيف الحليب بالتدريج والتحريك المستمر. شايفين كيف؟ والآن صار جاهز معنا. منزين فيه الكيكة، شكله ولا أحلى من هيك، شايفين؟ ومنزينه بعين الجمل أو قلب الجوز، طبعا حسب كل منطقة إلى اسم. جوز مطحون، ومنزينها بالشوكولا البيضة. طعمه وشكل ولا أطيب من هيك، طعم خيال، يعني ما في كلام بنوصف. جربوها وكتبولي بالتعليقات. لا تنسوني من دعمكم، اشتراك وتعليقاتكم الحلوة بتسعدني. بتمنى تجربوها وتردولي بالتعليقات. يا هلا فيكم. بتمنى من الكل يجربوها وتكتبولي آراءكم بالتعليقات.